السلام عليكم المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى تعطيونا اللايكات ديالكم ودوبلوا التعاليق والبارتاج فضلا وليس امرا. وغندوزو الموضوع. اين انت يا مجدة؟ اين انت يا مجدة؟ اين انت يا مجدة؟ اين اختفيت يا مجدة؟ يا مجدة الشهيدة، باني وعليك الامان. شوفي راه غنمشيو للمختفون وغنديرو نداء، مجدة خاصك تباني حية ولا ميتة ولا مخطوفة ولا فين ما كنتي، باني وبيني الشهادة ديالك اللي شهدتي بها نهار الاول. سبحان الله، ملي كتوصل للجلسه ديال سعاد كيوقعوا بزاف ديال الاحداث. فجاه الطوموبيل ديال سعاد سرقات، العول القضائي كيجيب لها الشكايه ديال بنتها انها خاصها تتزوج، صحه خاصها سعاد موافقه، الشاهده مجده اللي اختفات لنهار الاول حتى واحد مضربه على يدها. راه صعيبه، صعيب بزاف تكتم شهاده الحق، تكون شتي شي حاجه بعويناتك وتسكت عليها وتستر عليها، راه صعيبه بزاف. عندك هي وشهاده الزور، بجوج صعاب بزاف. شفتو واحد الام محنه ومظلومه وانت شايف المنكر، عرفتي شنو هي الزينه؟ المحارم، زينه المحارم ما كاينش اكثر منها كنظن. زينه المحارم تشوف فيها قدامك وتكتمي الشهاده ديالك مقابل الفلوس او شي حاجه. الفلوس راه ما غيغنوكش ديما، راه ما غتعيشيش فيها ديما. شوفي الا كنتي فعلا شايفه شي حاجه راه غتبان الحقيقه، غادا تبان الحقيقه، راه غتبان غتبان. كاين الشهاده ديالك بلا الشهاده ديالك، هي الحقيقه راه باينه باينه. الحق راه ديما كيبقى هو اللي كينتصر ان شاء الله، وسعاد غتنتصر وغيبان الحق. ولكن باش تطلعي بالاراده ديالك وتقولي انك فعلا شاهده على زين المحارم وشنو كيوقع في ديك الدار، صوت وصوره انك شاهده، وفي الاخير تختفي فجاه، تخوي بسعاد او لا كما كيقولوا بعض القنوات اللي كنتاسف اني كنشوف ديك الفيديوهات ديالهم، كيقول حنا نصيفطوا لك الفلوس غير بقاي مختفيه، حنا خايفين عليك، او خايفين على سعاد كتاكل بنادم، او كاين شي واحد يقدر يأذيها، كاين السبب في البلاد شي واحد غيأذيها. بالعكس، حنا كنطالبوا هاد الشهيده مجده تحيد التقليد على رقبتها وتصفي نيتها مع الله سبحانه وتعالى وتدلي بالشهاده ديالها. تما كتقولوا سعاد عطينا عطيها الفلوس ولا شارياها؟ كون كانت سعاد شارياها يا الكوليخ، كون كانت سعاد فعلا شاريه ديك السيده وعاطيه الفلوس، ما غاداش تختفي، غتبقى مع سعاد حتى الاخير. والشهود راه كيأديو القسام، هي عنود وشهد شهاده الزور، عنود وخشت الفلوس وقول غنشهد شهاده الزور. بالعكس، راه صعيبه بزاف، راه شنو هي تأدي القسام عاد كتقول الشهاده ديالك. والسيده في الاول قالت لك كانوا كيجريو عليا من الدار وكاين بزاف ديال الحوايج، في الاخر اختفت هاد السيده. وانا كنقول صراحه لاحظت شي حوايج غريب في المفرقع، في الفيديوهات ديال المفرقع وبنته والسريعه، ملي قربت الجلسه ولاو كيخرجوا مرتاحين، ولاو كيقول لك ما غادي يكون والو وداك الشيء غادي يكون خاوي. يعني هما تواصلوا مع هذه السيده، وحنا عندنا الخبر على انهم تواصلوا معها وكان كيمشي عندها المفرقع للخدمه وشنيتيكا، واش شراوها بالفلوس؟ وراه باينه شارينا بالفلوس، سيري خويا هاد المدينه تيسيري هاد الملف اولا سيري لشي جهه اخرى، باينه. حيت ما يمكنش واحد السيده طالعه بالاراده ديالها. تفكري اختي غير الطعام اللي دارت فيك سعاد، وتفكري غير الخير اللي دارت فيك سعاد اللي كانت كتعاملك بحال بنتها، وحنا عارفين داكشي، وكانت تعطيك مسكينه تدي معاك وكلشي، وكانت معاونك على الزمان. تنوضي تغدري بها بحالكم مقابل الفلوس. حنا ما كنقولوش هادي شهاده الزور، هادي شهاده الحق، شهاده الحق. ولا عندكم شي دليل الموت لا القنوات لا ديك السيده؟ الا عندك شي دليل على ان سعاد هداتك بشي حاجه اولا سعاد عطاتك فلوس باش هادي شهاده الزور، صيفطي لصحاب القنوات حنا غنتكلفو بسعاد. العيب والعار الا قلنا شي هضره من غير هادي، ولكن صيفطي الدليل كما كتقولوا على ان سعاد شاريه ديك السيده. دابا غير بالمنطق، عطيونا غير المنطق، دري صغير في التحضيري غتشرحوا لي هادشي غيفهمو ان السيده كون كانت عاطيه سعاد الفلوس ما تخوي غتبقى مع سعاد حتى الاخير، ماشي غتختفي نهار الجلسه قبل من الجلسه. ما يمكنش، هادشي راه غريب بزاف، وهادشي مخطط له، وهادشي كامل غادي تفرش. هاد اللعب ديالكم اللي كتلعبوا، شفت الشهيده مجده القانون راه شوفي نهار الاول مادام قلتي انك شهيده راه غتشهدي بز منك صحابي. هادشي فيه اللعب، هادي راه ملف كبير، القضيه ديال زين المحارم. تقولي انا شاهده حق قال لي اختفيت، حق قلت لك تختفي عام عامين شهر عشر، غتباني غتباني. المخزن راه ما معاش اللعب، تقولي انا شاهده وفي الاخر لا حق كاع عطاوني الفلوس ولا هادي تبيعي ضميرك وتبيعي، ما يقولش لي شي واحد الفقر. فق عمره ما كان عيب، شحال من واحد فقير وعايش بالشرف ديالو بالكرامه ديالو ما يرضاش يشهد شهاده الزور وما يرضاش يبيع ضميره على قبل الفلوس، شحال من واحد.
حنا كنعرفوا ان السوق قرار الحمد لله عايشين بخير. الفرق بين عاطي الفلوس كما كيقول شاري البراءة وشاري البراءة ديالو انا بريء انا بريء، كما دار البراءة ديال خوه كيقول الملف خاوي ديما كيطلع هاد السيد واثق من راسو، كيقول لك كاين السماصرية ديما فين كيهضر هو كيهضر على الفلوس 40 مليون 20 مليون مسخن ليك حتى في الادسنس. هادشي اللي كاين، اما السعاد راه عند الدليل ماشي ما عندهاش الدليل، غير هي الشاهده. الا كانت اختي الشهاده ديالك غتفيد في هذا الملف غتنصف سعاد اولا غتنصف بوكريشه، ذيب الشهاده ديالك حتى واحد ما غينعس معاك في قبرك. راه ما دايمش الدنيا، الدنيا راه بحال واحد الفيلم وغادي يسالي، كاين اللي الفيلم ديالو قصير كاين اللي الفيلم ديالو طويل، غادي يسالي بوان فينال غتنعس في قبرك حتى واحد ما غادي ينعس معاك. وتشوفي شهاده الزور ودخلي قلبي على شهاده الزور اولا كتم شي حاجه شابع عيناتك اللي ما كيقولش الحق، شاف شي حاجه بعيني وما كيقولهاش. وكتشوفي واحد الام مسكينه كتعذب قدامك كتبكي الدم سعاد والحقره اللي متعرضه لهذيك الام، وباقي عندها جوج ديال الوليدات الصغار اللي ما راعيتش سعاد راعي على وليداتها الصغار اللي باقيين معاها وباهم ما عاقلش عليهم. كتضرب تماره وشحال مسكينه تحني اللي يسوى اللي ما يسواش، وتسهر مراه مكافحه راعي عندك السيده والطعام اللي شاركتي معاها، ما نقولش هذا الحق. وراعي على اليسرى، شي يسرى واخا هي عاقه ومسخوطه ما باغاش تفرش الاب ديالها، راعي لها كانها بنت قاصر تغتصب بات. انت ما تحس بيهاش يسرى، حس بيها بنتك ولا حس بيها شو وحده اختك ولا شي حاجه تبغي انت. مثلا انا نوجه لك واحد السؤال امجدة الشهيده، تبغي انت مثلا بنتك يكون كيغتصب الاب ديالها ولا كيمارس معاها زين المحارم الاب ديالها وما تسقطي وما تاخذيش لها حقها؟ تبغي انت دير الخبره وتلقاي بنتك مغتصبه من جوج ديال الجوايه وما تاخذيش لها حقها؟ تبغي بنتك تطلع انها فاسده مع واحد ولا دابا باقي في الحبس اللي هو زهير؟ تبغي بنتك يوقع عليها هادشي وتبقاي ساكته وشي واحد يكون عارف الحقيقه ما باغيش يقولها ويخيبك يبيع ضميره؟ كيفاش غتحسي دابا انا حطيتك في الصوره ديال السعاد، كيفاش غتحسي انك نهار الاول تقولي شفت وفي الاخر تخوي بهاد الحقه اختفات الخدمه ديالك ما كايناش؟ راه ما كاينش شي واحد غيسمح في الخدمه ديالو غادي يخوي الا واش هاد الفلوس هادي؟ راه الحمق الحمق يضرب الحجر وغادي ما يتيقش الهضره. حقه اختفات، انت راك ماشي دريه صغيره، الا كانت اختفات راه مفرقه اللي خاطفه من الاخر. هذا شغل العصابات، مادام السياره ديال سعاد هزات من بلاصتها الا واحد السيد راه قادر يكون دير كلشي. الا كانت السيده ما شاداش فلوس راه خاطفه المفرقه وقبيلته من الاخر. الشغل ديال العصابات نتوما اللي كديروه، نتوما اللي كتهضروا على الفلوس وعلى السماصريه ومعاد مننا مافيا اللي عندها الصوابق هاد الكلبات الشيطه ديال امزورن كلشي متوقع. ايوا نوضي وقولي الشهاده ديالك وبرئي الذمه ديالك. انا قلت لك الفلوس راه ما دايمنش وحتى شي حاجه ما غادا تدوم. حنين انت ملي تنعسي في قبرك العذاب الاليم الا كتمتي الشهاده ديالك. المهم هذا انذار لك، فكري ما حدك باقا في الحياه، باقا كتنفسي وباقا كتوجي وباقا في الدنيا. استغفر الله سيري لي بالشهاده ديالك، وتحياتي لكم المشاهدين الى فيديو قادم ان شاء الله.